اول حاجه بغيت نفهم المغاربه والمراكشيين خاصه اننا ما كناش بؤره، حنا كانوا ثلاثه الناس مخالطين مع نسابهم في درب السقايه وتلقاو العدوى. ان هاد الناس فين تاوهم من بعد 24 ساعه تتبين ان التحليله ايجابيه وفيهم مرض كوفيد 19، والمخالطين اللي تخلطوا مع هاد الناس شي سبعه العيالات طوعوا ومشاو داروا التحليله وخرجت سلبيه. حنايا راهي النفخ الاعلامي وشي ناس من هاد الدرب وخارج هاد الدرب باو اضطروا لهاد الدرب وكتبوا عليه انه بؤره، وهاد الجهه ما تتسماش بؤره. احترمنا التباعد وقمنا بالواجب وحجر الصحه على ما يرام مع التعاون السلطه ورجال الامن والجمعيه ديال التربوله درب التوله خاصه، لهم جميع الاحترام والتقدير حيت هما اللي ساعدونا في هذه المحنه. مع غياب شي بعض الافراد السلطه ما قاموش بالواجب ديالنا، حيت عندنا شي ناس مرض بالانسولين ومرض بالتروس وفيهم شي مرض مزمن ما جاهمش الدواء ديالهم كما يجب. مع احترام رجال الامن والسلطه اللي قاموا بالواجب ديالهم ورئيس الدائره سي عزيز الصايو اللي صار علينا طيله هذه الفتره. كانوا عندنا ثلاثه الحالات هنايا في الدريبه، ثلاثه تشافى منهم الراجل هو في داره والبنت والمراه راهم الحمد لله بخير غادي يخرجوا هذه الايام. الناس اللي كانوا مختلطين بهم مشاو داروا لهم التحاليل ما لقاو عندهم والو، جاوهم في ديورهم. احنا الحمد لله رحنا ضمننا شي ما تيخرج 11 يوم حنا دايرين لنا البيرات باب الدريبه ما تنخرجوا ما تندرجوا، لا بغينا شي حاجه تيجيبوا لنا الجمعيات الله يجازيهم بخير تنعطيهم تيجيبوا لنا اللي خاصنا. بقينا في ديورنا طنهار يقول لنا راه ايوا النهار الاول تخلعنا، ما تخلعنا نهار الاول وداك الشيء، ولكن مني الحمد لله بخير داز داك الشيء بخير وعلى خير. تنقول لهم التزموا دياركم وبقاو في ديورهم وما يختلطوش وما يتجمع شي مع شي، راه هاد الشيء راه الله يحد الباس وصافي، الله يجعل في قضاء اللطف المغاربه كاملين، الله يجعل في قضاء اللطف. انا من سكان حي الحمام بسيدي يوب، بصراحه هذه كانت مناسبه اننا عرفنا انفسنا كمغاربه اولا قبل كل شيء، بغض النظر على انها كانت كارثه يعني صحيه وانسانيه في نفس الوقت. الحمد لله بان المغاربه بانوا على حقيقتهم. حنا الاولين عشنا التجربه ديال الحظر خاص بالزنقه مده ديال 11 يوم، لدرجه اننا ما كناش ما نخرجوش من الحومه ما يدخل علينا حتى شي حد، ولكن الحمد لله ما تضرش تلقى شي دار خاصه حليب خاصه سكر ولا خاصه شي حاجه، ما كانش عندنا الخصاص. بالعكس وقيلا التغطيه اللي كانت في هذه الناحيه في هذه الوقيته هذه ربما ما عمر المواطن المغربي عاشها صراحه. هذه من بين المسائل اللي كانت ايجابيه، اللي ما نشوفوش غير جاونا في السلبيه، الجوانب السلبيه كاينين ضروريين. عاشتها الدول العظمى علاش ما غنعيشوهاش حنا؟ حنا ضروري بحال بغيت تقول بيل كوب افيك اون ماش غوبال، ضروري كاينين الناس محترمين، كاين واحد شويه ديال سميتو ديال لا مبالاه ولكن كانت ضروري، ولكن اون جينيرال اون جينيرال الحمد لله انا كنحيي السلطات اللي قامت بهذا الشغل، شغل يعني بلا ما نسميهم هما كلهم كاع الفعاليات اللي دارت فيه، كنحيي سيدنا وصراو الله انه بصراحه بادره كانت طيبه اللي قام بها ديال المساعدات، لانه يعني ما كانش هاد المساعدات كنتسائلوا كيفاش كنا غنديروا تنقدروا نصبروا على هذا الحظر الصحي، خصوصا كيكون عندك حظر خاص ديال الحومه كيف بغيتي دير. الحمد لله كانت واحد المساعده جات في الوقت، جات قبل تقريبا بشي يومين او ثلاث ايام. انا تلقي التحيه لهاد الشباب ديال الحومه والناس ديال الجمعيه اللي تضامنوا معنا، ومن هذا المنبر انا تنلقي واحد السؤال لهذوك الناس اللي كتبوا على هاد الحومه الحشومه عليهم باش يشوهوا بينا. حنا راه عندنا ثلاثه الحالات والحمد لله حنا مختلطين ما خرج فينا حتى حاجه اللهم لك الحمد، وهاد الناس حتى هما اللي مرض راه داك السيد راه خرج بقاوي هادوك الناس حتى هما ان شاء الله تنطلبوا لهم الفرج ان شاء الله حتى هما يخرجوا، ولكن الناس ما يبداوش يخسروا الصوره ديال الحومات. ومن هاد المنبر انا تلقي التحيه للناس ديال الجمعيه وديال وليداتنا اللي تضامنوا معنا حتى هما وشدينا الحجر في حومتنا حتى خرجنا بخير وعلى خير، وتنشكركم بزاف. هي واحد التجربه عشتيك يومين ديال ليستريس ماشي غادي راه ديال الخلعه، ووحده انا كنت مخالطه ديال الناس الاخرين وديال وليداتي وديال خويا حتى هو ساكن معنا في الحومه، ولكن الحمد لله. وانا من هذا المنبر تنقول للناس الله يرحم الوالدين يلزموا بيوتهم والتجمعات ما باقيش بيناها الا بغيت تخطوا هذا المرض هذا، وتنطلبوا من الله الله يفرج علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين اجمعين. حنايا دوزنا في الحجر الصحي 9 ايام، داو هذاك السيد نهار السبت بالليل
الحد جاو تا ومرتو بنتو الاثنين سدو الاثنين والاثنين 8 ايام حنا تلقونا نهار الاربع مع 9 الصباح حنا راه دوزنا حجر صحي بسلام وبانتظام وما كناش تنخرجوا من الطيور والجمعيه ديال التربوله قامت بجميع الاشياء اللي كانت تخصنا كانت تتقداو منا ورجال الامن صاروا عندنا طيلات هذه الفتره كانوا تيجيو يوميا مع غياب واحد المسؤول بلا ما نوصيه اللي هو لا ليه الدور يكون معنا ديما ما كانش تيجي عندنا هو عون سلطه ومكلف بدرب الحمام راه ما جاش عندنا وما شافش فينا انا كمتضرر امي مرضات بالطرسه قال لي ممنوع تخرج دوزات 24 ساعه قيحت لها الطرسه دارت لها الحلاقم امي فيها القواط يعني مرض مزمن خصها تستجوب تخرج في اسعاف ثلاث ايام هو غابر وهاد الناس تتصلوا به وما جاش مع احتراماتي السي عزيز الصيوفي نسمع هاد الخبر جا عندي قال لي واش نخرج امك هاد الساعه قلت ليه غتي لا تزاد عليها الحمد لله غدت ليه مع الانتيبيوتيك وداكشي ولات الوالده بخير ولكن واش الوالده كون بقات تمات واش هاد المقدم ما عمرو جا عندنا مع احترامات السلطه المهم تنحيي هاد الناس وشكرا جميع الشكر للجمعيه ديال الدرب الدوله والامن الوطني والسلطات على التضامن ديالهم والتفاهم ديالهم معنا والتحيه للسي عزيز الصيو رئيس الدائره الثالثه والسي العلوى وعاش الملك وزارة الصحة حتى هي تحية لهم لهذا المنبر وعاش الملك وعاش محمد السادس. المهم الحمد لله كان داش الحجر ولكن ما داش قاسي كيف بغاو يصوروه الناس ولا وما كانش قاسي هو منعنا من اننا نمارسوا حياتنا بشكل طبيعي ولكن ما كانش ماشي لدرجة القسوة او لدرجة المعاناة ما عانينا الصراحة انا كنشوفوا الناس اللي كيعاني هما الناس اللي تصابوا به وكنتمنى الله سبحانه وتعالى انه يشافيهم ويرفع علينا هذه الغمة هذه وعلى جميع الأمة الإسلامية يا ربي الكريم واننا نبقاو كيف اكتشفنا روسنا. ونزيدو نطوروا من القدرات ديالنا كمجتمع مدني حنا ما غاديش نقولوا حنا 100% راه مزيانين صافي المجتمع المغربي راه منضبط مع جميع الازمات اللي غنعيشوها ولا ولكن الحمد لله عرفنا حاجه اننا الشعب يعول عليه فهاد المحل هاد المحن هادي وكنحيي المغاربه من هذا الباب وكنعاود نرجع نحيي السلطات المحليه سواء الشرطه وزاره الصحه وزاره الداخليه المجتمع المدني الناس كلهم كنحييهم وكنبلغ لهم الشكر من هنايا وتشكرات حي الحمام بالضبط تبارك الله عليك شكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي